ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الآن الحكومة العراقية المعنيين من أجل التصدي إلى هذه المسألة ومن أجل فعل شيء قبل أن تقع الكارثة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. بالحقيقة هذا موضوع خطير جدا بالنسبة للبلد، يعني البلد على مقبل مع الأسف على كارثة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات معينة. هذه الإجراءات، التقرير اللي تفضلت به اللي صدر من الأمريكان، هو في الحقيقة تحصيل حاصل لآلاف البحوث والدراسات التي أجريت من قبل أكثر من 25 سنة، وهذا التقرير جمعها بهذا الشكل. ومع الأسف العراق من ضمن الدول اللي راح تتأثر بشكل كبير جدا من ناحية التغير المناخي. احنا المشكلة الكبرى في العراق أن الحكومات العراقية لا تتخذ أي إجراء إلا إذا تفاقمت المشكلة. فهذه المشكلة، مشكلة الموارد المائية والتغير المناخي، صار لنا أكثر من 10 سنين نتكلم عنها في المؤتمرات العالمية وفي البحوث وغيرها والمؤتمرات الوطنية، إلا أنه رد الفعل بالنسبة للحكومة غير موجود مع الأسف. الشيء اللي ذكرته أنه شنو هي الإجراءات اللي نتغلب بها على هذا الموضوع؟ الإجراءات هو تغيير جذري للاستراتيجية الخاصة بإدارة أو سياسة الموارد المائية، لأنه السياسة الحالية المتبعة سياسة أثبتت فشلها الذريع، وسياسة جديدة يجب أن تكون فيها خطوط عريضة مهمة. الخط الأول هو تغيير أساليب الري، تقنيات الري المستخدمة حاليا فواقدها المائية كبيرة جدا، تبلغ تقريبا 70%، هاي أولا. ثانيا، يجب أن نعتمد على المصادر غير التقليدية، يعني المصادر غير التقليدية ما نبقى مشلبين مياه نهري دجلة والفرات اللي نعتمد عليهم أكثر من 95% حاليا. المصادر غير التقليدية معناها أولا الحصاد المائي. الحصاد المائي عندنا دراسات كثيرة أثبتت أنه من الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من المياه. والمصدر غير التقليدي الثاني هو تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية مثل ما يسوون بمصر والأردن، وهذه التقنية بسيطة وغير مكلفة ومفيدة جدا، لأنه القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه بحدود 85%، فإذا وفرنا المياه من الممكن أن نوفر مياه للأغراض الأخرى. الشيء الثالث اللي لازم نتبعه هو خطة زراعية تعتمد على الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، يعني احنا ما يصير نزرع نباتات مثل الشلب بكثرة لأنه فواقدها المائية وتحتاج إلى مياه كثيرة، فلازم عندنا خطة متينة بحيث نستخدم أو نزرع النباتات اللي استهلاكها المائي يكون قليل جداً. إضافة إلى هذا، أكو نقطة مهمة جدا اللي هي الوعي الجماهيري. هذه النقطة أنا يعني أعتبرها حساسة جدا، لأنه الحكومة بشكل متعمد أو غير متعمد ما أعرف، أكو جهل بالنسبة للمواطن إلى مسألة أو مشكلة شحة المياه. مو بس المواطن، أنا أعتقد حتى القيادة السياسية أو متخذي القرار ما عندهم علم كافي بخطورة الموقف. وانطيك مثال بسيط. أولا، الانتخابات اللي صارت السنة الماضية في شهر 10، طلع لي واحدة من الكتل السياسية تكلمت عن مشكلة المياه، ولا واحدة. الشيء الآخر، السيد وزير الموارد المائية الحالي كم مرة صرح لوسائل الإعلام عن مشكلة المياه، والوزارة قلصت الرقعة الزراعية 50%. بس شن هي الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة أو البرلمان تجاه هذه المشكلة؟ ولا شيء. شيء آخر، مثال آخر على عدم وعي جماهيري، قبل كم يوم يطلع أحد وزراء الموارد المائية السابقين
ودكتوراه المفروض عنده، ويتكلم على أحد وسائل الإعلام أنه ماكو احتباس حراري ولا أكو تغير مناخي. إذا وزير سابق للموارد المائية يتكلم هذا الكلام، فشون إحنا نعاتب المواطن اللي ما يستوعب مشكلة المياه؟